السلام عليكم، معكم المستفيد الزبير تريكي من طرف مكناس إقامة الزيتون. إن شاء الله بهذه المناسبة نحتفلوا بهذه الليلة 27. كي كتشوفوا كتلاحظوا معنا الليلة 27 ديما نشاط كي بالنسبة لخلاص الأطفال والشباب، كاين اللي كيجي مع والديه، كاين اللي ما في حالتوش، كلشي كنتعاونوا معاه ان شاء الله، كلشي كنتساعدوا معاه، اللي ما عندوش اللي عنده، والله ينصر سيدنا. وشكرا لكم وتحيه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للسي المراسل الصحفي لقناه الدار على هذه الوقفه اللي ديما متابعين الاحداث المكنسيه. اليوم ليلة 27 اللي كتكون عندنا أجواء اللي هي جد نشطة وجد مهمة بالنسبة لمدينة مكناس. الأجواء ديالها اللي كتكون واحد الأجواء اللي هي رائعة جدا، وكنتمنى جميع الإخوان والأخوات اللي يدخلوا لمدينة مكناس ويكتشفوا هذه الأجواء اللي كتكون بالحناء وبالعمارية وبالشطيح. غير ما قديناش نصوروا العيالات وكذا، داكشي كلشي مخلط باش يشوفوا الناس هذا الشيء هذا. فالحمد لله هذه المنصار كلشي كيجيبوا وليداته بنياته فرحانين، كيلبسوهم الحنة تنقافت وبموسيقى وباللباس التقليدي ونقاش الحنة، وداك الشيء تيكون رائع رائع. ونتمنى من الاخوان يدخلوا لمدينة مكناس ويشوفوا هذا الشيء هذا، فهو راه واحد الجو اللي هو رائع، وماشي غير اليوم، راه كتبدا من تقريبا من اليوم وسير واحد سبع ايام حتى اربع ايام سبع ايام حتى مور العيد. وتحيه وشكرا لك. وبالنسبه لهذه النقطه هذه عندنا بحال قلتي وراثيه في مدينه مكناس. الاب ولا الام الا ما خرجاتش بنتها ولا وليداتها لهذا الشيء بحال راه ما كاين حتى شي حاجه، بحال ما دوزش رمضان. يعني هالطقوس هذه راه من جدودنا وهي غدا، والحمد لله ما تقطعت في مدينه مكناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.